بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر سي ام بي سي على الاستضافة. أولا قرار أوبك هو للاستقرار واستدامة الإنتاج وضمان الطاقة للعالم، فهو جاء من هذه الناحية. فلا بد من موازنة الطلب والعرض على أساس أنه العالم يحظى بالطاقة اللازمة. هي ما هي يعني مجرد أنه حرب سياسية، لا، هي العرض والطلب، ونتمنى أنه إن شاء الله توصل إلى هدفها المنشود بالنسبة لاستقرار الأسواق النفط العالمية وإمداد الطاقة للعالم ككل. طيب من ناحية الأسعار الآن، يعني أنا نزلت أتحدث عن أسعار فوق 90 دولار للبرميل، برأيك لأي مدى هذه الأسعار عادلة، وتحديدا يعني السعر العادل لموازنة السلطنة برأيك بالنسبة للأسعار المستقبلية؟ هو الحمد لله يعني بعد الركود اللي صار في السنوات الماضية من أنه الطلب أكثر من العرض، فالآن لا بد من توازن. فالدول المنتجة يعني سعر مناسب للدول المنتجة والدول المستوردة، فلا بد أن يكون هناك في مثل ما يقول بالانسينج ما بين هذه. فأعتقد يعني 80 إلى 90 دولار يعني السعر ربما يكون عادل نوعا ما لاستقرار واستمرارية الاستثمار في قطاع الطاقة وإمداد الطاقة إلى العالم، وهي بحاجة إليه خصوصا في هذه الأيام. وبذلك يعني إذا أرد العالم الاستثمار في هذا القطاع وإمداد الطاقة، فلا بد من أن شوية ترتفع الأسعار ويبدأ الاستكشافات من جديد. طيب يعني أنت أشرت بأن الآن العالم فعليا بحاجة إلى طاقة أكثر، يعني في ظل التطورات التي نشهدها على الصعيد السياسي في العالم بطبيعة الحال والحرب الروسية الأوكرانية، اليوم نشهد أن العالم بحاجة أكبر للطاقة، في ذات الوقت كذلك يعني بحاجة إلى أدنى ولا قدر أدنى من الانبعاثات. كيف يعني ممكن الآن التعادل ما بين هذه المعادلة من ناحية الطلب قوي وكذلك ممكن نقلل الانبعاثات؟ معادلة بسيطة جدا، مثل ما قل اليوم معالي السلطان، يعني الإنتاج كثير وتقليل الانبعاث، هذه هي المعادلة. فماكسمايز برودكشن مينيمايز الانبعاثات CO2، فهي يعني معادلة وقائمين فيها. يعني الآن يعني لو تحصل حتى الأوبك والأوبك بلس كلها أو الدول المنتجة عموما من الوقود الأحفوري، برغم الانتاج الا انها تعمل في انتاج كلين، انتاج يعني خالي من CO2، وعندها برامج كثيره، وممكن يعني هذه مستعرضه في 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 كثير من المحاضر، ان في مشاريع كثيره ل يعني تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون من جميع النواحي. في عندنا مشاريع لتخفيض الحرق، احنا مثلا في سلطنة عمان عندنا عام 2030 يعني لا يوجد حرق غير روتيني، غير موجود او حرق روتيني. كم النسبة اللي صفر حرق روتين، يعني الحرق للغاز 2030، ونصل ان شاء الله الى الحياد الصفري في عام 2050. فهي مشاريع وهي رحلة، يعني رحلة يعني بجانب ان احنا نستخرج الوقود الحفوري، ولكن يعني كلين اب، يعني نحاول ان احنا نسحب منه الشوائب هذه مثل الغاز ثاني اكسيد الكربون وغيرها اللي طبعا تؤثر سلبا على المناخ. طيب انت تحدثت عن هذه الخطه والتوجهات بالوصول الى حياه كربوني في العام 2050، الان الاستثمارات في هذه المشاريع المتعلقه بالطاقه النظيفه والتوجه الكبير الذي نشهده حتى اليوم، يعني في اديبك اليوم التركيز بشكل كبير على هذه المشاريع والتحول من الطاقه التقليديه الى طاقه نظيفه، كم بلغ حجم الاستثمارات بالنسبه لسلطنه عمان في هذا المجال؟ هي عموما هذه ناشئه ورحله يحتاج الى وقت طويل. يعني الآن حتى احنا في الوقود الحفوري وصلنا إلى مرحلة يعني من النضج واستقرار الأسعار، بينما رحلة الهيدروجين والطاقة النظيفة تحتاج إلى يعني مثل ما يقولوا كابيتال انتنسيف، تحتاج إلى رأس مال كبير، وهذا لا يأتي في يوم وليلة، يعني يحتاج لاستثمارات كبيرة.
من أين تأتي هذه الاستثمارات؟ قد يعني نستثمر في الوقود الأحفوري ومن ثم نستغل هذه الاستثمار يعني العوائد في استثمار في الطاقة النظيفة، وهذه بطبيعة الحال راح يعني تأخذ مجراها في في. ولكن يعني في البداية لم تضعوا خطة يعني استثمارية واضحة في البداية على الأقل بالنسبة لهذه المشاريع؟ هناك خطط عديدة، يعني عندنا الاستثمار في الهيدروجين، عملنا السياسات، عملنا القوانين، والآن نبي نطرح. كم خصصتوا لهذه الخطط؟ لا، هي ما هي ميزانية، هي تطرح مثل الوقود الأحفوري، تطرح المناقصات هذه للعالم. عندنا نعطيهم اتفاقيات مثل ما يقول تيرمز اند كونديشنز ممتازة، وعندنا الأراضي، وعندنا مخصص الأراضي لهذه الاستثمارات، وراح تروا إن شاء الله قريب البيد مثل ما يقول بيد راوند في هناك إن شاء الله طرح مناقصة للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين. كنا نسمع الحديث عن أن ربما سلطنة عمان تتجه إلى ربما استيراد الغاز وللاستفادة من فرق الأسعار الآن في الوقت الراهن، يعني نعلم بأن عدد كبير من الدول بحاجة إلى غاز ونفط في تحديدا في ظل هذه التوترات التي أشرنا إليها سابقا. هل فعليا نشهد هذه الخطة تقوم بها السلطنة خلال الفترة المقبلة؟ نحن عندنا يعني مثل ما يقولوا يعني نعمل بكثافة لاستخراج النفط والغاز عموما، يعني الوقود الأحفوري من باطن الأرض، وهذا شيء مثل ما يقولوا دايناميك، دائما الاستكشافات موجودة والخير كثير، ولكن يحتاج مثل ما يقولوا the right technology the right time، فنحتاج للتكنولوجيا لاستخراج هذه الموارد من باطن الأرض. الموارد موجودة، بس يعني الاستثمارات إن شاء الله تبغى تزداد أكثر فأكثر لاستخراج هذه الموارد، ولا أعتقد أن هناك نية لاستيراد، يعني هناك كفاية مصادر، ولكن يحتاج يعني هناك خطة لإدخال تكنولوجيا جديدة للاستكشافات. نعم، استثمارات فيها بقوة إن شاء الله، ونتمنى أن تكلل بالنجاح. ما تتوقعون البدء بها؟ لا، هي موجودة، هي دايناميك، هي دائما اكتشافات يعني موجودة، يعني كلما اجت التكنولوجيا كلما يعني. ولكن يعني الان هو فعليا الوقت الحالي لها، يعني الطلب صار اقوى ربما من تحديدا ان تحدثنا عن اوروبا على سبيل المثال، الان يعني ربما لديكم طلب اكبر، او منطقة الخليج قد يعني تلقى طلب اكبر من هذه الدول في الوقت الراهن، صح؟ والحمد لله موجود، عندنا استكشافات في منطقة 10، عندنا خزان، عندنا، فالحمد لله اكتشافات موجودة، وهذه بتسارع، يعني تأخذ تطوير الحقول هذه تأخذ من 2 إلى 3، وبالتالي إن شاء الله يعني تكون تأخذ مجراها، فالاكتشافات موجودة وتأخذ مجراها لتطوير هذه الحقول. اليوم يعني إن تحدثنا نعود إلى قطاع النفط والغاز، كم بلغ الإنتاج والتصدير الذي وصلت إليها سلطنة عمان في يعني الفترة القليلة الماضية؟ الإنتاج حسب ما هو مخطط له، يعني الحين نحن ننتج فوق 1 مليون من الأويل، ونحن ملتزمين بقرارات الأوبك اللي صادروها أوبك بلس، وكذلك الغاز حسب ما هو مخطط له للطلب والعرض، العرض والطلب، والحمد لله إن شاء الله يعني إنه لا يعني نعمل بكثافة من أجل تطوير الحقول هذه وإمداد الطاقة للعالم بإذن الله.